أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. من وقت للتاني بتثبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورها المؤثر والبارز في عمليات التوعية والتنوير، أيضا تفتح أبوابها لكل ملهم ومميز، وده اللي عملته الشركة المتحدة عندما منحت شروق جمال سلامة، أو شيري كما تحب أن ينادوها، خطاب بالتعيين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ده طبعا خلال لقائها ببرنامج مصر تستطيع الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايد. وذكر تقرير الذي عرض على برنامج مصر تستطيع أن شروق جمال سلامة 23 عام هي حالة فريدة في الإرادة، قهرت كل الظروف بمساعدة والديها، وأصيبت منذ صغرها بمرض العظم الزجاجي وهشاشة العظام، وعانت وما تزال من مشاكل صحية في القدمين واليدين. كما لفت تقرير إلى أن شروق لم تذهب إلى المدرسة كغيرها من الأطفال إلا في الامتحانات بسبب ظروف مرضها، وحققت حلم عمرها والتحقت بكليات الإعلام قسم الصحافة، وفازت عن جدارة بالجائزة التشجيعية للإبداع الإعلامي من مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي. تعالوا سوا نعرف قصة شروق التي أصبحت يعني الآن واحدة من العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واللي هيحكي قصتها والدها الأستاذ جمال سلام. أهلا بيك أستاذ جمال معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بكم حضرتك. اهلا بحضرتك، وطبعا يعني الف مبروك لشروق التحقها، يعني بقت زميله في الشركه المتحده الله للخدمات يبارك فيك، العالميه. كان مفاجأة والله. يعني انا حابب في البدايه حضرتك تكلمني عن شروق وقصتها مع المرض، يعني مرض العظام الزجاجي في البدايه. حضرتك والله هي اتولدت كده وجرينا بيها طبعا على الدكاترة ومستشفى أبو الريش، وفي الآخر عرفنا إن العلاج ده ملهوش، المرض ده ملهوش علاج حاليا إلا هو بس حقن ومسكنات، لأن تمام. العظم بتاعها بيتكسر وبيقعد فترة على ما يلحم تاني. طيب يعني فطبعا عننا كان نعم في مقاومة يعني وإرادة شديدة جدا من حضرتك ووالدتها طبعا على إن هي تكون متفوقة في الدراسة، طبعا إحنا عرفنا إن هي كانت متفوقة في يعني كل المراحل الدراسية، يعني حابين نتكلم أكتر عن القصة دي. حضرتك والله لما وصلت بقى ل6 سنين حبت ان هي تقدم في مدرسه، فطبعا انا قلت اقدم في مدرسه خاصه على اساس ان هي عشان موضوع الغياب. فلما عرفت ان مرات خالها مدرسه عاديه حكومي قدمنا لها، وكانت بتحضر على الامتحانات، تعمل لجنه خاصه ذاكر وانا بجيب المدرسين في البيت، وتحضر على اللجنه الخاصه في المدرسه. تمام. فطبعا كان أول شهادة الابتدائية وطلعت من الأوائل وكرموها هناك في المدرسة. بعد كده بقى نقلنا للمرحلة الإعدادية، برضو عادي لجنة خاصة وتروح معاها مرافق على الامتحانات وبتذاكر في البيت، إنما كمدرسين وبتاع كله بيجي لها البيت المدرسين، بس المدرسة بتروح على الامتحان لكن برضو. عرفنا انه حلمها يعني كان كلية إعلام من صغرها يعني. فطبعا لما دخلت الثانوية جبت ان هي جابت 96.5، فقررت نخش اعلام. طب ليه اعلام في الوقت؟ عشان اوصل رساله بس، ان يعني مش في الجسد الاعاقه، الاعاقه بس في الروح. فقلت لها خلاص ماشي، فكملنا معاها برضه، كنت انا اللي بوديها واعمل لها ورق الامتحانات وفتره الامتحانات برضه بتحضر لجنه خاصه، ولما تحتاج تقعد مع زمايلها في الكليه بوديها عادي برضه تقبل يوم. وبعد ما خلصت الحمد لله برضه حابة تكمل، ان هي تكمل ماجستير برضه، قدمت على ماجستير. طيب كلمنا بقى على اللفتة الجميلة يعني اللي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعني إزاي استقبلت قرار التعيين وكلمنا عن كواليسه يعني. والله حضرتك يعني معلش ما كنتش مدي اي اهتمام، على اساس كان في لقاء قبل كده كذا لقاء، ففوجئت في الاخر بخطاب التعيين ده، كان مفاجأة لينا والله وفرحة كبيرة ليها، وموضوع جه في وقته. واحنا بنشكر الشركة المتحدة بقيادة المهندس رئيس الشركة والفريق العمل اللي هو تطور، والإعلامي أحمد سايق يشكر برضه. فاحنا متشكرين منكم جدا والله، وكان خبر يعني خبر سعيد جدا والله، حتى هي طيب يعني مبسوطة بيه. شروق استقبلت الخبر ده ازاي؟ يعني حابين نعرف شعورها وقت ما عرفت انه خلاص يعني قرار تعيينها صدر. والله حضرتك ما صدقناش والله، كان فجأة يعني مفاجأة في الآخر اللقاء، إن هي قالت الجواب والحمد لله يعني على كل شيء، وربنا اداها تعبها الحمد لله.
طيب احنا عرفنا كمان يعني ان الشروق هتشتغل معانا هنا في اليوم السابع، يعني هل اتبلغتوا بالتفاصيل دي؟ ولا يعني احنا كمان يعني كل الزملاء هنا مستعدين ومرحبين جدا يعني بشروق، هل حد بلغكم بتفاصيل معينة؟ بقولها في الحالة ان هي تختار عشان نبلغ الاتش ار، قالوا لها يعني شوف انت هتختار ايه، فخيروها بين الوطن واليوم السابع، قالت لا انا هختار اليوم السابع. طيب لا، اليوم السابع طبعا يشرف جدا يعني، ويتشرف بوجود شروق معانا، وكلنا طبعا منتظرينها يعني الله بفارغ يخليك يا الصبر، استاذ وتكون ياسر. إضافة كبيرة جدا يعني للمكان وللإعلام المصري يعني بصفة الله يبارك في كبيرة. حضرتك. يعني الله أنا يخليك. ببارك لحضرتك مرة تانية، وألف مبروك لحضرتك ولشروق ووالدتها يعني، وإن شاء الله يعني مزيد من التفوق والنجاح يعني. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ جمال سلامة والد شروق، بنشكرك طبعا على تواجدك معانا على تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا. في النهاية حابين نلفت الانتباه لحضراتكم انه الاعلامي احمد فايق اهدى لشروق خطاب من الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، جاء فيه احنا في الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية دايما بنبحث ونفتح ابوابنا لكل ملهم ومميز ومبعد، وحابب اقول لك اننا قررنا تعيينك معانا ضمن فريق عمل كبير، فخور بيك، وبنقول لك اننا منتظرين ابداعك وافكارك معانا، وعارفين انك هتكوني على قدر المسؤوليه، وكل المحبه والتقدير ليكي ولكل ملهم ومبعد. شكرا يا شروق. عمرو الفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب. يعني طبعا ده كان خطاب التعيين لشروق جمال سلامه، ومستمرين في تغطيه اخباريه على مدار الساعه من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك. Thank you.